وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم المواطنة الكويتية جوهر عبد الله العارضي من دولة الكويت الحبيبة، مريضة معالجة في مستشفى وشتاني. كنت أشتكي من الركب، خشونة في الركب، انحراف بالساقين والديسك في الفقرات الثلاثة السفلية، علام يعني ما يعلم فيها إلا رب العالمين. الحمد لله على كل حال. أول شيء الدكتور حسن عمل لي عمل ركب، تغير مفاصل ركبتين بفضل رب العالمين، صارت الممشى مستقيمة، والظهر فقرات الثلاثة عند دكتور بترة. نصحني الدكتور بترة، أعطاني خطة العلاجية على 3 مراحل. الدكتور ما قفز للمرحلة الأخيرة اللي هي رقم 3. أول شيء المرحلة الأولى اللي هي علاج طبيعي، وبعد العلاج الطبيعي إذا ما تحسنت يفضل الإبرة، وآخر شيء الثالثة العملية. وفضل رب العالمين، فضل رب العالمين اللي ما احتجت الثاني والثالثة. فضل رب المرحلة الأولى والحمد لله رب العالمين. استمرت إن شاء الله على العلاج الطبيعي لما أرجع الكويت، ودكتور حسن إن شاء الله بعد الركب، فضل رب العالمين. بالنسبة لحالة المريضة جواهر، فقد كنا نتابع حالتها منذ عام 2018، حيث كانت في ذلك الوقت تعاني من ألم بسيط في الركبة أثناء النهوض أو المشي، إذ تم معالجتها آنذاك بالأدوية المسكنة والحقن الزيتية، مما جعلها تشعر بتحسن كبير إلى حد ما. وبعد جائحة كورونا عادت إلينا مرة أخرى، ولكنها في هذه المرة كانت بحال أسوأ، فقد تدهورت حالة ركبتيها وصارت تشعر بالألم أثناء الجلوس والنهوض وصعود الدرج. فعندما أجرينا لها الأشعة السينية وجدنا أن مفصل الركبة قد تآكل بشكل أكثر عن ذي قبل، كما أصبحت عظام الساقين مائلتين إلى الداخل، مما زادت حدة الالتهاب لمفاصل الركب. تم معالجة المريضة في هذه المرة بالجراحة، حيث تمت باستخدام تقنية الجراحة طفيفة التوغل، وهي تقنية تقوم على إجراء شقوق صغيرة في الجراحة يتم من خلالها إدخال عدسة الكاميرا والأدوات الجراحية، مما تساعد هذه التقنية على سرعة التشافي وألم أخف ومضاعفات أقل، إذ يتم استبدال المفصل المتضرر بالمفصل الاصطناعي، والذي يتميز بحركة انسيابية أثناء ثني الركبة أو المشي كحال المفصل الطبيعي، إلى جانب طول عمره الافتراضي. فلو قارنا حالة المريضة قبل الجراحة وما كانت تعانيه من آلام في الركبة أثناء الحركة وعظام مائلة للساقين ومفاصل تالفة، وكيف أصبحت بعد الجراحة بالحصول على ساقين مستقيمتين مع القدرة على التحرك بحرية دون ألم أو وجع والعيش بشكل طبيعي. أنا كنت في 2017 موجودة مع بنت مرافق مدة 6 أشهر على وزارة الدفاع. إحنا بحثنا بالنت، صراحة أكون معك صريحة، دخلنا على النت بحثنا على أكثر من مستشفى، فالمستشفى اللي كان إحنا نحس طلع بالتوب مستشفى وشتاني. جينا مستشفى وشتاني جربناه والحمد لله قضيت فيه 6 أشهر، أحسن أيام عمري 6 أشهر مع إني مرافق مريض، والحين أنا مريضة رجعت له، وتبارك الرحمن كل ماله في التحسن. أنصح نصيحة لوجه الله اللي يجي تايلن للعظام يجي المستشفى وشتاني. جربت عندهم بعد ترى الجهاز الهضمي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ما شاء الله زبيلات، جربوا الأسنان، جربوا العيون، جربوا يعني أمراض ثانية تبارك الرحمن، يعني ما شفنا فرق، ما في فرق يعني سواء متساوي، لأنه هو الشخص يجي على سمعة المستشفى، المستشفى سمعتها زينة، فاللي داخل بعد داخل أسوارها داخل المستشفيات كلها نفس الشيء. دكتور حسن بشوش يعني سبحان الله من الدكاترة النادرة، يعني ما شاء الله عليه، هو حتى الدكتور بتري أنا تواجهت معهم بالله يعني الأمانة، دكتورة الجهاز الهضمي معنا والله كلهم، يعني والله أشكر أول شيء الفضل الأول والأخير لربي ثم الدولة الحبيبة الكويت، يعني أنا جيت على حسابها الله يجزاهم بالخير وما قصر، يعني دولة الكويت طبعا الأولى، ثاني شيء السفارة الكويتية والقائمين بالسفارة الكويتية، والدكتور دكتور حسن دكتور بترة، يعني أتعب 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 وأنا أقول أتعب والله، يعجز لساني يعجز، يعني لو كيفنا إحنا أنا أشيل معي. الشكر خاص أستاذة إيمان أستاذ عبد الباسط تبارك الرحمن، اليد اليمين اليد اليمين بالمستشفى فعماد، يعني أعمدة المستشفى صراحة والله العظيم المستشفى يعني شايتني على كوف الراحة، أي والله يعني صراحة صدق، يعني صراحة يعني دولتهم سفارتهم مقصرة، بس النص
والنص الثاني منهم بعد الله سبحانه وتعالى. أتمنى الشفاء لي والجميع مرضانا إن شاء الله. ดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ